لو الحكاية فيها إن فيتو إن أنا أطلع الأول على الفصل، وحد قال لي إن هو يجيب له الفون مجابليش حاجة. واحد صاحبي قال لي إن في بنت بتحبني وكده، وقال لي يعني روح اتكلم معاه، ورحت اتكلمت معاه، في الاخر طلع ان هو بيكذب عليا وبس. يعني ان انا الوحيد اللي نجحت في الكمبيوتر وباقي الطلاب كلهم سقطوا. بيقول لي ان باباك رجع من السفر، وانا اتمنى ان هي تكون تبقى صح. واحده قالت لي لو نجحت هتروح شرق ان مصر طلعت كاس العالم.